ومؤتمراتها وغير ذلك باستثناء مشاركتها في مجلس الأمن. علينا أن نفهم أن الشرعية التي أصبغتها الأمم المتحدة لا تجعل الأمر مقبولا. إن المسألة خاطئة من أساسها. إنهم يستغلون الدين وهم السبب الجذري لكل القتل والمعاناة التي تحدث للفلسطينيين واليهود. أخرجوهم من المعادلة بخطوة سياسية بسيطة. صنع عدد من الحاخامات اليهود الحدث في لندن يوم 11 يناير 2009. هؤلاء النشطاء من حركة ناتوري كارتا المعادية لإسرائيل لم يكتفوا هذه المرة بحرق العلم، أحرقوا جواز السفر الإسرائيلي. تنظر هذه الحركة التي تنشط بالخصوص في بريطانيا والولايات المتحدة، تنظر إلى الصهيونية باعتبارها المحرك الذي يستغل هولوكوست الماضي للقيام بكل المحارق الجديدة. هؤلاء هم أباء الصهيونية الذين يملكون وقاحة الحديث عن الهولوكوست، وأسسوا له متحفا، وهم الذين يهاجموننا عندما نحضر المؤتمرات حول المحرقة ويعتبروننا من الذين ينكرونها. هؤلاء الناس منافقون، لقد جاءوا يفتعلون هالة المنقدين لليهود وعطوا لأنفسهم رخصة وحرية أن يفعلوا ما يشاءون بالفلسطينيين باعتبار الفلسطينيين أشرارا وهم الضحايا. لقد حصل هذا في التاريخ سابقا. إسرائيل تسيء استخدام الهولوكوست، إنها تتلاعب به منذ سنوات عدة. إسرائيل ما تزال تمارس دور الضحية، والضحية الوحيدة في العالم. أتعلم؟ إنها تنجح تماما وفي كل مرة، والعالم يصدقها. الناس أصبحوا أكثر فأكثر لا يأبهون لتهويل الهولوكوست. انظر، أنا آبائي قضوا في الهولوكوست، سئمت هذا الأمر. يهود يكتبون لي عما فعله النازيون ويستفسرون عن أسباب المجازر في روسيا. عذرا، هناك مجزرة تجري الآن في غزة ولا وقت لدي للحديث عن مذابح اليهود في روسيا عام 1900. لكن هولوكوست أوشفيتس قبل 65 عاما يبدو في نظر البعض مسألة أكثر إلحاحا من محرقة غزة الأخيرة. يوم 12 فبراير 2009، وأمام وفد من منظمات يهودية أمريكية، اعتبر البابا بنيديكتوس 16 أن إنكار المحارق النازية لليهود يرقى إلى مرتبة الجريمة في حق الرب. الصهيونية حتى وإن ادعت أنها تؤسس دولة إسرائيل على أرض خالية وعلى افتراض أن فلسطين كانت غير مأهولة، فإنه من المحرم علينا الاستيلاء عليها بناء على تعاليم المنفى. وبما أن فلسطين هي أرض مأهولة في الأصل، فإنهم يراكمون جرائمهم أمام الله آلاف المرات. التوراة حرمت السرقة والقتل وقمع الناس، لقد خرقوا كل تعاليم اليهودية. عندما يتحدث إيهود أولمرت عن الجيش الإسرائيلي باعتباره مؤسسة أخلاقية، لابد من العودة إلى هذا الرجل، الجنرال أفيرونسكي، كبير الحاخامات العسكريين. مارس الرجل دوره كمرجعية أخلاقية في الحرب الأخيرة، ونضحت عظاته بين الجنود بعنصرية أثارت حتى جمعيات حقوقية داخل إسرائيل. المركافة والجنود المصلون كان مشهدا مرافقا للحملة العنيفة على غزة. الخخام العسكري التقى بالجنود، قال لهم انا حقي، ويعني شرح لهم حق هذه العملية العسكرية. كل الجنود كانوا يؤمنون بحق بصدقية هذه العملية العسكرية. لقد كان امرا صادما ومحبطا مشهد الجنود وهم يؤدون الصلاة قبل الذهاب الى الحرب. هذا امر جديد مقلق. هل نريد للجيش ان يصبح جيشا يحارب تحت الشعارات الدينية؟ الى اين سيوصلنا هذا؟ لا أدري. نرى الجنود يخرجون للحرب ويشرعون في الصلاة. لنسأل هنا لماذا هم يصلون؟ لأن الصهاينة يعمدون إلى التعبئة ونشر الخوف وسط المجتمع، ويروجون أن العرب يكرهونكم ويريدون قتلكم. إذن عندما يصلون يؤكدون رسالة واحدة: إن لم نقتلهم سيقتلوننا. هل هم على حق؟ قطعا هم مخطئون بالكامل. الجميع يتحدث عما يقوله الحاخامات. حسنا، إنهم نازيون،
ولكن ما الذي يميزهم عن يهود باراك أو تسيبي ليفني؟ جميعهم منتشون بما فعلوا. لقد قدموا عرضهم في غزة. حسنا، لقد كانوا شجعانا وجريئين بارتكابهم محرقة ل400 طفل وقتل 1300 ضحية. هذه فعلا شجاعة. تخضع العقيدة القتالية في الجيش الإسرائيلي في جزء منها لما يسمى بمدونة القتال الأخلاقي ضد الإرهاب. وضع المدونة سنة 2003 الفيلسوف الإسرائيلي آسا كاشير. تقوم مبادئها الثلاثة على تحقيق الهدف أولا وحماية الجنود ثانيا وفي الأخير حماية المدنيين. يجب استهداف كل من يتورط بالعمليات العدائية ضد دولة إسرائيل. يجب التمييز بين المواطنين الفلسطينيين المدنيين غير المتورطين بالعمليات العسكرية والعدائية وبين أنصار حماس. إسرائيل لا تتحول فقط إلى منزلة أكثر قسوة، بل هي تتجه نحو مرحلة العمل الأخلاقي. العمل الأخلاقي الكامل. هذه هي نتيجة سنوات الاحتلال المظلمة. لقد تم غسل دماغ الشعب الإسرائيلي بعقيدة أن حياة الفلسطينيين ليست حياة بشرية، وأن الفلسطينيين ليسوا بشرا، وأن وجودهم عديم القيمة. وبعد أن تدربوا على هذه النظرة خلال سنوات بأن الفلسطيني هو إرهابي وأن إسرائيل بمقدورها أن تفعل بالفلسطينيين ما تشاء، بدأنا نجني هذا الحصن. بعد سنوات عدة كنت خلالها في حالة من غسيل الدماغ بفعل النظام الذي كنت أعيش فيه، بدأت أفتح عيني لأرى الحقيقة. في البداية كنت لا أرى المعاناة إلا من جانبي، جانب الإسرائيليين. بعد مسار طويل أصبحت على وعي بالألم الرهيب الذي أحدثناه نحن للفلسطينيين. السبب القانوني الذي بمقتضاه أدرجت جرائم ضد الإنسانية في محكمة نورنبرغ هو للتعامل مع ما اقترفه النازيون وهتلر بحق الشعب اليهودي. وعندما تقرأ معنى جرائم ضد الإنسانية سترى أنها تنطبق تماما على ما فعلته إسرائيل وتفعله ضد الفلسطينيين، والذي يرقى إلى مستوى التطهير العرقي. والتطهير العرقي له مساندون في إسرائيل. المؤرخ باني موريس الذي انقلب على أفكاره اليسارية السابقة يعتبر قيام الصهيونية بعملية تطهير عرقي عملا مبررا لقيام الدولة وقوتها. يقف نورمان فينكلشتاين في الجبهة المضادة لهذه الأفكار. كلفته معارضته للصهيونية ورموزها كرسيه في جامعة ديبول الكاثوليكية في شيكاغو، فيما تعتبره إسرائيل خطرا على أمنها القومي وتمنعه من دخولها. لا يمكنك سرقة أراضي شعب آخر، وعندما يريد أهله الدفاع عن أنفسهم ضد هذا السطو ومنع تدمير إنسانيتهم، تتباكى إسرائيل بالدفاع عن نفسها. هذا غير معقول. الاحتلال في غزة لم ينتهي أبدا. لقد غير شكله فقط. لقد غير سجان موقعه من الداخل إلى الخارج، والفلسطينيون من حقهم أن يقاوموا. ليس هناك احتلال في قطاع غزة، وأنا أؤكد على ذلك. إسرائيل انسحبت كليا من قطاع غزة في عام 2005. من حول قطاع غزة إلى معقل للإرهاب والإطلاق الصواريخ ليست إسرائيل بل حماس. يعتقدون أنهم بغطرستهم سيدفعون الفلسطينيين إلى الاستسلام والرحيل. يريدونهم أن يرحلوا. الصهيونية تريد من الفلسطينيين أن يغادروا. جاءت نتائج الانتخابات الإسرائيلية لشهر فبراير 2009 متسقة مع توجهات الحرب التي ظهرت في غزة. قد لا تطول عطلة الجنود الإسرائيليين في ظل تشكيلة اليمين العائد، خصوصا وأن أرصدة بنك الأهداف بعد غزة تبدو حسب البعض خاوية. منذ فجر اليوم الأول قلت إن إسرائيل لن تفشل في تحقيق أي هدف فحسب، بل إنها لا تملك أي فرصة أصلا لتحقيق واحد من أهدافها. أهداف هذه العملية كانت
تعزيز قوة الردع الإسرائيلية، وهذا فعلا تحقق. حماس ستفكر جيدا عندما تطلق الصواريخ التالية على إسرائيل. الردع إنها مزحة كما رأينا، صواريخ القسام ما زالت تطلق، إضعاف حماس هذه مزحة أخرى. حماس اليوم أقوى مما كانت عليه قبل الحرب، لا شك في ذلك. هذا يحدث في أي مجتمع، حتى مسألة إعادة الثقة للجيش، وهذه كانت أيضا من الأهداف، هي الأخرى لم تتحقق لأن ما جرى هناك لم يكن حربا رسميا. أهدافها كانت وقف إطلاق الصواريخ عليها من غزة، لكن الحقيقة أن ذلك لم يكن هدفها. لقد كان الهدف هو إعادة الاعتبار لقوة الردع، وذلك قصد إعادة بث الرعب في العالم العربي من إسرائيل. مؤسسات العدالة الدولية كما غزة في حاجة إلى إعادة إعمار. يأمل ناشطو حقوق الإنسان أن لا يختبئ ضمير العالم مرة أخرى وراء الساتر الدخاني لجريمة حرب واضحة بما يكفي هذه المرة. ينبهون إلى أن الصمت عما جرى في غزة لا يعد أن يكون مؤامرة على سلم عالمية تزداد هشاشتها باستمرار. الأهوال التي حدثت في غزة هي تجل آخر لما يحدث في فلسطين منذ 60 عاما. إنه أسوأ مما حدث عام 48. إنه مجرد فصل جديد نشاهده على التلفزيون ونحن نتناول العشاء لذلك نذكره، ولكن السؤال إلى متى سنظل نتذكره؟ الدرس الرئيس هو أن ارتكاب جريمة يعني انتظار العقاب، وأن تسوية النزاعات بالقوة لن تصنع إلا مجتمعات بلا مستقبل. هذا الكلام صالح لإسرائيل وصالح لكل الدول. يجب علينا أن نجعل إسرائيل تخضع للمحاسبة على ما اقترفته بحق الفلسطينيين واللبنانيين، وأيضا لكي نردعها عن القيام بمجازر أخرى في المستقبل. ما دام هناك صواريخ فتكون هناك عمليات عسكرية إسرائيلية لمنع استهداف المواطن الإسرائيلي. هذه معادلة بسيطة جدا، قلناها أكثر من مرة، قلناها قبل العملية العسكرية، قلناها أثناء العملية العسكرية، ونقول ذلك بعد العملية العسكرية. It's still free. ما تزال هناك فرصة، ما زال بإمكان كل فرد من هؤلاء الضباط والطيارين أن يقولوا لا، ما زال بإمكانهم أن ينقذوا أنفسهم وينقذوا شعبهم من هذا المصير الانتحاري. إننا ننشد كل شعوب العالم، صلوا من أجل تفكيك هذه الدولة سريعا. هذه الدولة هي مدمرة السلام، هذه الدولة تقف بوجه ذلك التعايش بيننا وبين العرب والمسلمين لقرون. إنها الجار الجديد في المنطقة الذي يتسبب بكل هذا الصراع خلال 100 عام الأخيرة. العالم بأسره يريد السلام، وهذه الدولة الطائشة لا تتحدث إلا عن الحروب. خلال الأسبوع الأول من مجزرة غزة كتبت الصحف أن إسرائيل لا يمكنها أن ترسل مزيدا من القوات إلى غزة لأنها قد تحتاجها ضد إيران. هذا بلد خارج السرب، إنها مولودة من رحم جهنم حيث يجب أن تعود. أعتقد أن إسرائيل بقتلها هذا العدد الكبير من المدنيين تستخدم أساليب الإرهاب. هذا إرهاب، أن تقتل عددا كبيرا من الأطفال. إذا لم يكن هذا إرهابا فما هو الإرهاب؟